الرئيس الذي ارتأته الجمهورية الخامسة الفرنسية مفوضاً من الشعب بالاقتراع الشعبي المباشر، هو رمز الأمة في قرارها وخياراتها، بل هو الأمة كما كان يقول مؤسس الجمهورية الخامسة شارل دوغول: فرنسا أنا وأنا فرنسا الرئيس. La France est une chose à mes yeux très considérable, très valable. جورج بومبيدو الذي كان يتصف بأنه أضعف رؤساء تلك الحقبة ظل رجل الدولة الأول وحفظ لفرنسا صوتها المميز الذي أرساه دوغول، ومحقه عدم الانحياز لإسرائيل في عدوانها المستمر على العرب منذ احتلال فلسطين. في هذا السياق استمر فاليري جيسكار دستان رجل الدولة، ولم يذهب في ارتباكه أحياناً إلى الارتماء في أحضان الحلف الأطلسي، إنما بقيت فرنسا نافذة لبصيص ضوء، خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الوراء. لعل فرانسوا ميتيران هو آخر رجل دولة في فرنسا حين حاول طامحاً العبور بفرنسا بين الغرب الأطلسي، وأخذه الظن بأن السفينة الفرنسية يمكنها شق طريق حل الدولتين في فلسطين وسط غابة تمرح شريعتها من واشنطن إلى تل أبيب. ولم يكن جاك شيراك في شريعة الغاب هذه سوى صفحة بين مرحلتين، مقدمتها اعتراض على الغزو الأمريكي للعراق، وخاتمتها طلب الالتحاق بالبيت الأبيض لتدمير سوريا وتفتيت المنطقة. تعميم التوحش تصل امتداداته إلى أوروبا وفرنسا. نيكولا ساركوزي يبرع في ليبيا كما يبرع في فرنسا، مقداماً على الأرض المحروقة وممهداً لعودة فرنسا مع فرانسوا أولاند إلى ما قبل الدولة. هذا الانقلاب ربما يعبر عنه خطاب بلساني ماري لوبان وإيمانويل ماكرون في كتابه الحرب الأهلية في فرنسا. يقول كارل ماركس صاحب كتاب رأس المال: التاريخ يعيد نفسه مرة على شكل مأساة أو مرة على شكل مهزلة.